بعد ما برحوا لهم باللي راهم جايبين لهم شحنه السيارات قديمه بيكونتو، وبعد ما برحوا لهم قال هاي الشروط اللي غادي يروحوا تسيبوها في صحافه بودور، وابر تقول راني لا روحوا تسيبوها في صحافه بودور، واحد في الخبر واحد في الشروق واحد في النهار، مثلا جاريته القومي يحط لك العنوان الجزائري يقول سعر خيالي، هذه ارخص سياره من علامه بايك سيتم تسويقها في الجزائر. ايه سعر خيالي بيرحوا لهم زعما ارواح الرخاي دهش، ايه يزيدوا كي يحطوا الرخاي دهش. ايه هكذا تستحقروا الجزائريه، هكذا تحبوا ترخصوا الجزائريه. ياك جاريته القومي هذه، جاريته القومي هو في الحبس يرشى، ورغم هذا داير جريده باش يرخص روحه ويرخص الشعب الجزائري. نعم قال لك ارخص سياره سعر خيالي، قال لك هذه سياره بايك، انا جامي شفت سياره بايك هذه، اش كان هكا السيارة بايك موديل اكس 35، هكا هي ارخص سيارة سومتها شحال؟ الله يعلم، ارخص سيارة سومتها 200 مليون، 200 مليون هذه ارخص سيارة، انه المواطن اللي يخلص 10 ملايين طبيب كاتبين ما يديرهمش 10 ملايين، كاين موظف سامي ما يديرهمش 10 ملايين، نقولوا 10 ملايين اسيدي اللي ياخذ 10 ملايين ينحي ما ياكلش اللحم وياكل العدس واللوبيا كيصيبهم، سينا يشرب الحليب والخبز يشمق فيه الخبز ويخلص كراهو تريسيتي وبدا، ونقولوا يخلي زوج ملايين على جهه كل شهر، خلي زوج ملايين على جهه، ما يلبس ما يدير ما يروح ما يحكم ترولي ما والو، ريا ريا ريا، خلي زوج ملايين كل شهر، شحال من شهر يلزم له باش يطم 200 مليون ويشري ارخص سياره في الجزائر؟ شوف كاش يتمسخروا بالشعب، شوف كاش يرخصوا بالشعب، لانه المفروض أنا نشوف الدول كامل، الماركات خلي الناس تخدم على روحها، خلي السيارات يدخلوا، خلي الماركات يدخلوا، والماركات يعود يتنافسوا ويبيع للمواطن السيارة بالكريدي. نعم بالكريدي، هذا الشيء اللي يحصل. بعد الناس بعد 5 سنين بدي لك السيارة، أنا لما نشوف واحد فرنسا يقول له باللي تقدر تشري سيارة كريدي 100 أورو كل شهر، 100 أورو كل شهر، هذا اللي سميكا يدي 1200 ولا 1300 أورو الشهر قادر يخلصها، أما إذا كان وقوب إيه راح يدي 300 أورو الشهر كريدي ويشري السيارة جديدة، هو اللي يخير ماشي شيري هذه تاع الشناوة ولا هذه اللي سماوها بايك، عمي خرجت لي بايك هذه، خلوا الناس هكذا تخدم، يروح يدي كريدي من عند تحل، نعطيك مثال بالعدو تاعك لازم تقبل باسكو هذا الشيء شفناه. Une simple vendeuse dans un magasin. Donc, c'est l'équivalent à 400 euros. J'ai dit ton mobile Peugeot 105, 106, tu l'as tiré de dedans, ou tu as le school char, une traite à 100 euros. Je vais la sierra libre.
وخرجتها من ميزون جديدة، والأخرى شارية كليو، والأخر شارية ما نعرفوش من لا. ناس يعني سابل سابل، ما همش يقرصوا دي فورتين، يقرصوا لكي بلانتا، لأنه السميك في المغرب راهو 300 يورو 80 ولا 320 يورو. يخشري يكونوا ان كوبل عندهم 600 يورو 700 يورو في الشهر، تبقى مديروا السيارة يخلصوها بالكريدي في البنكة. هنا وعلاش في الجزائر ما كانش هذه؟ وعلاش تحتم عليها شيرين تجيب الميلف ونهار تعطيك شيك تاع لافونس؟ وعلاش انا رمدي كريدي بونكير؟ كريدي بونكير ما البنكة ما تمدهوليش اذا لا ميزون اللي تبيع في السيارة ماشي هي اللي تدير، لانه لا ميزون هي اللي تطلب تعطيك بالكريدي. قالوا ارخص سيارة خيال سعر خيالي، ايه يعطيك الصحة، خلوا الجزائري يبقى في سعر خيالي وفي بيكونت وفي شحنة تاع السيارة القديمة وبالمونوبول، كلش بالمونوبول. يا اخي قلنا لنا في اقتصاد سوق، قلنا كاين اقتصاد حر، يا اخي قلنا ليبراليزم ايكونوميك، وعلاش دير لي المونوبول يا سي محمد؟ وعلاش تروح تجيب لي الشيري؟ انا باغي نشري حاجة أخرى، باغي نشري الكليو، باغي نشري الفيات، باغي نشري، وعلاش تحتم عليا؟ سي سهل، لأن كلش مربوط بالتشيبة. هذاك الوكيل اللي يجيب شحنة تاع طوموبيلات قدم باش دار رخصة كامل التشيبة صحيحة، سنو الله ما يشوفها، والله ما يشوفها كاين ستة مدينة. وجينيرالمون على بالك مشكول يديو تاع المونوبول، اللي عنده جينيرال موراه يكحلو، جينيرالات تاع كحارة مرخاص، يسيبو جينيرال مع القرادات هو يلحق لي زافير وكدا، يبدا يتمرخص، يعود يتمرخص ويعود ميسكرابيس عالدورو يموت، يعود يشكيلك وكدا من تعود والله نحيق مش نمدهالو هاد الجنرال مسكين، وهو دار لي زافير قد ربي يقدر خير بلادنا، ربي بعد عليها من الحرام، وربي عجل برحيل هذه العصابة اللي أساءت للجزائريين، لمنطقة المغرب الكبير، لأفريقيا، أوروبا، العالم كامل سوسة كبيرة. يا ربي هنينا منهم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.